مساء الخير. طقس ربيعي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بسبب منخفض جوي متمركز فوق اليونان حامل معه ضباب كثيف على المرتفعات وتساقط امطار ببعض الاحيان على الجبال. الحراره معتدله ضمن معدلاتها السنويه، رطوبه عاليه، البحر متوسط الموج وحراره مياهه 22 درجه. الليله طقسنا غائم مع استقرار بدرجات الحراره على الساحل وانخفاض بالحراره على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الامطار الخفيفه مع ضباب كثيف على الجبال. لبكره الخميس طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحراره وغطيطة كثيفه على الجبال بساعه الليل. نسبه تساقط الامطار ببيروت من ايلول حتى اليوم 862 ملم، السنه الماضيه 690 والمعدل العام هو 950. نبقى بجوله على درجات الحراره اللي رح تسجل الليله على الساحل 16، على المرتفعات 11، بالبقعة 7 وبالأرز 5 درجات. نبقى بجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل بيات 21 درجة، باب التبانة 24، الأرز 14، العقورة 17 درجة، 21 بعرسال مع تساقط أمطار، برمانة 21، بعبدة 25، أرز شوف 18، صيدا 25 والنبطية 21 درجة. رطوبة بتتراوح بين 65 و95%، حرارة سطح الماء 22 درجة وسرعة الرياح تتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار الخميس بتتراوح بين 16 و25 درجة، بتبقى للجمعة مع 16 و25 درجة، ونهار السبت بتتراوح بين 17 و25 درجة والطقس عم بيكون مشمس إلى غائم. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، والجولة بتبدأ مع عمان و25 درجة، القدس 23، القاهرة 31، الجزائر 24 درجة، ومننهي الجولة مع أثينا 26 وباريس 16 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.